فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن شركة لقطع غيار السيارات ونعطي ضمانا للقطع التي نحن شركة لقطع غيار السيارات، نعم، ونعطي ضمانا للقطع التي نبيعها لمدة معينة كستة أشهر، فما حكم هذا البيع أو هذا الضمان، علما بأن الضمان على القطع التي نعطيها ونبيعها يكون في حال التلف للقطعة، بأن يكون الخلل مصنعيا التي يتم جلب هذه القطع من الخارج، فنقوم بالضمان حينئذ؟ يعني تضمنون العيب، تضمنون أنها سليمة، وهذا ما يحتاج ضمان. لو تبين فيها عيب فهو يردها ولو لم تضمنوا له. إذا جحدتم عليه العيب ولم تبينوه فلا بد من البيان، وإذا ظهر فيها عيب يردها عليكم ويلزمكم قبولها. نعم، ولا يحتاج ضمان. نعم.